ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. غادر فريق الوداد الرياضي اليوم الخميس إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي برسم إياب ربع نهائي لدور أبطال إفريقيا، وظهر اللاعبون وهم يضعون كمامات على وجوههم للحماية من فيروس كورونا، وذلك بتعليمات من إدارة وطبيب الفريق. من جهة أخرى، عبرت جماهير فريق الوداد الرياضي الوينرز عن استنكارها في بلاغ لها مساء الأربعاء من تصريحات وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، الذي أعلن أن مباراة النجم والوداد في دور أبطال إفريقيا لكرة القدم ستقام فقط بحضور الجماهير التونسية. وعبرت جماهير الوداد عن امتعاضها من قرار وزير الصحة الذي صرح به واعتبروه مجحفا في حق فريقهم الذي سبق له استقبال أنصار النجم الساحلي في مباراة الذهاب. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.